إنجاز جديد وملفت للسينما اللبنانية، تمثل بحصد الفيلم اللبناني جدار الصوت إخراج أحمد غصين الجوائز الثلاث الأهم عن فئة أسبوع النقاد في مهرجان البندقية لهذه السنة، وهي الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد وجائزة الجمهور وجائزة التميز التقني. جدار الصوت الذي هو الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك عن فئة أسبوع النقاد هو الفيلم الروائي الطويل الأول لأحمد غصين، ويتناول لبنان في تموز 2006 خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي التطورات يتوجه الشاب مروان ابن 30 عاما إلى الجنوب بحثا عن والده، فيجد نفسه محاصرا مع 4 من أبناء بلدته في منزل أحدهم. تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى، وسرعان ما تأخذ الأمور منحا غير متوقع، إشارة إلى أن الفيلم من تمثيل كرم غصين، بطرس روحانا، عصام بوخالد، عادل شاهين، سحر منقارة، فلافيا بشارة، وإلي شوفاني.